عبد القادر ميسو، راشدة عبد القادر ميسو. راشدة عبد القادر ميسو. برواية حفص العاصم بقصر المنفصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون
تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكن رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعذبتم أن جاءكم ذكر من ربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعذبوا أن أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إن هذا لشيء يراد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا صدق الله العظيم يا سيدة رشيدة فسري الكلمات الآتية يقول الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه ولا تيمموا لا تؤثر المال الرديء نعم جيد سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يطوقون سيجعل الأول في أعناقهم نعم جيد ومن الأنعام حمولة ما حمولة نعم حمولة ما يحمل أثقال كالإبل نعم جيد وشروه بثمن بخس ثمن بخس ناقص عن القيمة نقصان ظهرا نعم جيد ويسقى من ماء صديق ماء صديق ماء صديق نعم نعم يتكلف بلعه لهرارته ومرارته على الصوت ما فاهم فاهم على الصوت يجي على الصوت ماء صديد نعم نعم ما يصير من جلوده نعم جيد يتفيأ ظلاله يتفيأ ظلاله تميل وتنتقل من جانب إلى آخر نعم نعم جيد إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا إذ انتبذت إذ انتبذت اعتزلت وانفردت نعم جيد ثم نكسوا على رؤوسهم ثم رجعوا إلى الباطل والعناد رجعوا إلى الباطل والعناد خلصوا فيها انزجروا وابعدوا كالكلاب نعم جيد لا تجعلوا دعاء الرسول دعاء دعوته لكم للإسماء أو ندعكم له والله جيد ولما بلغ أشده واستوى منتهى شدة جسمه وقوته
ولما بلغ أشده واستوى ولما بلغ أشده واستوى واستوى اقتدل عقله وكمل. نعم جيد. أشحة على الخير. بخلاء حريصين على المال والغنيمة. والله جيد. فلما أسلم وتله للجبين. تله للجبين. أضجعه على جبينه على الأرض. والله جيد. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. من المعتبين. من المتابين إلى ما طلبوا. جيد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حريق حبل الوريد. حبل الوريد أرق كبير في العنق. جيد. مهضعين إلى الداع. مهضعين. مهضعين. نعم نعم. مسرعين إلى الداعي. جيد جيد. وأتمروا بينكم بمعروف. وأتمروا. تشاوروا في الأدرة والإرضاء. نعم جيد. لنبذ بالعراء. لقرح من بطن الحوت يونس عليه السلام. والله جيد. وكواعب أترابا. أترابا. نعم. أو كواعب. أترابا. أترابا. مترة مليئة من خمر الدنيا. أترابا. نعم. مستويات في السن. جيد. السؤال الأخير. قال الإمام القرطبي. إن في القرآن الكريم آية احتوت 50 كلمة وفي كل كلمة بركة. ما تلك الآية في القرآن؟ فما هي؟ استمع مرة ثانية. يقول الإمام القرطبي رحمه الله سبحانه وتعالى قال إن في القرآن الكريم آية وفي كل كلمة في هذه الآية بركة، يعني 50 بركة. ما تلك الآية في اسم القرآن الكريم؟ ما الآية؟ تفكري جيدا. آية بها بركة 50 بركة، لكن آية واحدة. آية واحدة في القرآن الكريم. بارك الله فيك. آية الكرسي. صدق الله العظيم. سورة الأعصاب. زام داونا عند كرف يهودو دمين دمين تجوا مشايبيا. كرف يهودو دقطة. Now I will ask the Chief Judge to give us a closing prayer. الدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مسلمين. سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.